عايزة أقول إن إحنا مش ناسيين قضيتنا الرئيسية وهي القضية الفلسطينية. الدكتور مفيد شهاب والدكتور عاصم الدسوقي نظموا مؤتمر عن قضية القدس في جوانبها التاريخية والسياسية والقانونية بمقر الجمعية المصرية للقانون الدولي. خلونا نسمع قالوا إيه. الإدارة الأمريكية من 22 سنة وتحت تأثير اللوبي الصهيوني ويصدر قرار من الكونغرس بأن أمريكا قررت أن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. معناها إيه؟ قبول ودعم وتنفيذ قرار إسرائيل بأن القدس موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل وما هيش أرض محتلة. وأجل تنفيذ قرار النقل 22 سنة. ما حدث هو تحدي صارخ للشرعية الدولية. بعد هذا الموقف كان من الطبيعي إن إحنا في مصر نتحرك، لأن القضية قضيتنا وليست قضية الفلسطينيين فقط. تحركت مصر بإيجابية، فكان مشروع القرار الذي تقدمت به مصر أمام مجلس الأمن، وكما قال أخي الدكتور أحمد يوسف، القرار لم يصل لأن استخدم الفيتو. والحين أحب أوضح لغير القانونيين، الفيتو ليس معناه أن القرار صدر ثم اعترض عليه، لا، الفيتو معناه أن القرار لم يصدر أصلا، لأن هو اللفظ الدقيق هو ضرورة الحصول على موافقة 9 من 15 شريطة أن يكون 5 الدائمين من بينهم. كيف نستعيد القدس؟ كل حالات التحرر الوطني مرت بظروف معينة، حدث الاحتلال في بعض الأحيان ارتبط باستيطان استعماري، تبلور التناقض بين المستعمر وبين الشعوب، تفجرت المقاومة، تصل إلى مرحلة الرسالة فيها هو أن تكلفة العملية الاستعمارية أصبحت أعلى من العائد منها، وبالتالي بالمنطق الرشيد لا يصبح أمام المستعمر إلا أن يسلم باستقلال الشعوب المستعمرة. من الجزيرة العربية ترصد المصادر التاريخية أن آل كنعان انتقلوا منها إلى منطقة فلسطين هذه، وأحد عشائر هؤلاء الكنعانيين يبوس، اللي هم أسسوا أيضا قلعة تعرف بقلعة يابوس، ده أساس هذه المدينة. أول من استوطن إذن هذه المنطقة وأقام في حياة كان عرب الجزيرة الكنعانيون، فالمنطقة كانت في يد العرب قبل أن تنشأ مسألة حدود دولية ودول دولية. البرلمان العربي دور مهم جدا خصوصا في هذه الأيام من خلال التعاطي والتعامل مع هذه القضية المهمة جدا والمحورية للوطن العربي، وفي تصوري بأن للبرلمان العربي أدوات مهمة جدا من خلال التواصل مع البرلمانات الدولية ومن خلال إرسال الرسالة العربية أو الرسالة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي. المعونة الأمريكية هي ليست منحة من الولايات المتحدة، هذه المعونة الأمريكية بتتم بالنسبة للشق الاقتصادي والشق العسكري في إطار اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبالتالي إن المضرور من هذا انها هو الشخص اللي بيقدم المنحه او المساعده من الولايات المتحده الامريكيه، لانك انت كده بتحلل مصر من التزاماتها، انت لا تقوم بالتزاماتك تجاهي اللي احنا اتفقنا عليها في اتفاقيه دوليه، اذا فمصر ايضا تتحلل من هذه الالتزامات، ومصر لابد بسواعد ابنائها انها تعتمد على ان يكون لها اقتصاد قوي، واعتقد ده واضح جدا.